رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا دلوقتي فقرة الصحافة ومعانا الكاتب الصحفي أحمد سامي متولي، صحفي بالأهرام. صباح الخير، صباح نهارك الخير. سعيد. أهلا بيك. زي حضرتك. الحمد لله بخير. حضرتك توقعاتك إيه للأيام، للفترة اللي جاية، يعني 25 يناير والأحداث اللي هتيجي إن شاء الله؟ قول لنا بس في البداية توقعاتك ليها. توقعاتي هو النهاردة البروفة 25 يناير، إذا مرت النهاردة بسلام إن شاء الله هيعدي 25 يناير بسلام. أنا متوقع إن اليوم نفسه وفعالياته هيمر بسلام، بس الخوف، كل خوف بقى من الاعتصام اللي هيتم بعد 25، يعني في ليلتها بقى بالليل. لو الاعتصام استمر ومشهد ميدان التحرير ابتدى تاني والباعة الجائلين دخلوا وكده، ده اللي أنا خايف منه. لكن مش خايف على أي هجوم من منشآت، على منشآت أو كده. أظن دي كلها دعاوى، ما يعني كل الناس رفضاها، يعني بما فيها كل الائتلافات وكل القوى الإسلامية، وكل رافضين أي تخريب لمنشآت. متوقع إن هي هتمر بسلام، بس أنا خايف من الاعتصام بس اللي بعدها. طيب، مفيش أي أحداث تانية في مصر لفت نظر حضرتك في الفترة الأخيرة عايز تكلمنا عنها قبل ما نبتدي نقول الأخبار اللي معانا؟ هو الحدث الأكبر طبعا محاكمة الرئيس السابق، يعني ده بالتالي هياخد كل الحوار، يعني منشطات الصحافة النهاردة كلها طبعا، ده القاسم المشترك في منشطات كل الجرايد. وفي خبر كمان ما كانش معانا النهاردة، اللي هو أزمة البنزين اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، كان الشوارع كلها كانت كان واقفة جدا. من أزمة البنزين عملت أزمة مرور عملت للأسف، أزمة مرور، يعني يعني بقى أزمتين مع يعني احنا بعض. قلنا مفيش بنزين هيبقى الشوارع فاضية، الشوارع فاضية، بقت عملت شوارع أزمة زحمة. مرور، الناس تقف على المحطات، العربيات تتكدس، الشوارع تتقفل. دي كانت الأزمة الأكتر، أزمة ده المرور اللي حتى حسينا بالليل بيها. الساعة 2 بالليل كان الشوارع مقفولة من طبعا عند البنزينات. طبعا، إن شاء الله يعني مصر تبقى أحسن. إن شاء إن الله. شاء الله. طيب، احنا دلوقتي هيكون معانا تقرير، أهم خبر لفت نظرك خلال هذا الأسبوع. هنشوف التقرير ونرجع نكمل بقية كلامنا. اكتر خبر لفت نظري الاسبوع اللي فات كان انسحاب دكتور محمد البرادعي من انتخابات الرئاسه، اختفاء البنزين والغاز، زياره طنطاوي المشير طنطاوي الليبيا، ازمه الانابيب، ازمه البنزين اللي قاله الاستاذ فريد الديب على في المحاكمه الاخيره. ما كنتش اتوقع ابدا ان في يوم الاقي ممكن اقف في طابور علشان اخد احط بنزين في العربيه. ترشيح الكتاتني لرئاسه مجلس الشعب، اتهام بعض الاحزاب الليبراليه والعلمانيه بالاخوان المسلمين ان هم برضه الموضوع الكتاتني ده، انه رئيس مجلس الشعب قبل ما يبدا مجلس الشعب. تعليق حضرتك. لا، هو اسبوع حافل بالاحداث، يعني يعني ترشيح رئيس مجلس الشعب، انتخابات برلمانيه بتنتهي، كان فتره الاسبوع اللي فات ده كان في انتخابات وانتخابات تكميليه، ازمه البنزين، يعني محاكمه مبارك، الشهداء واسر والمصابين واسرهم، والقلق اللي يعني عايزين يحصلوا على مستحقاتهم وكده. فاسبوع حافل بالاحداث من كل حاجه، يعني مش شفناش اسبوع من التالي، والاستعداد للمليونيات اللي جايه. كل اسبوع لسه حافل، هنسخن كل شويه يعني الجرايد، الاحداث يعني بتبقى ان الجرايد اللي بتطلع حاجه و20 صفحه ديت، الطبيعي انها تطلع مثلا حاجه و50 صفحه في الاسبوع اللي فات ده. طيب، هنستعرض مع بعض الاخبار، اهم الاخبار النهارده. المصري اليوم الصفحه الاولى، دفاع مبارك يناور القضاء العسكري وحده المختص بالفصل في قضيه الكسب غير المشروع. الاهرام الصفحه الاولى، صرف مستحقات شهداء ومصابي مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء خلال ساعات. الوفد الصفحه الاولى، اليوم حداد عام في مصر لاحياء ذكرى شهداء الثوره. الشروق الصفحه الاولى، 25 يناير يبدا اليوم بجمعه الشهيد. المصري اليوم الصفحة الأولى، الكونغرس يهدد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب المجتمع المدني. المصري اليوم الصفحة الأولى، الإخوان لا ندعم منصور حسن للرئاسة وسنعلن موقفنا بعد غلق باب الترشيح. الشروق الصفحة الثالثة، دق 26 مليون لتر بنزين في يوم واحد، التموين انتهاء أزمة الوقود خلال أيام. الوفد الصفحة الأولى، القضاء الأسباني يحجز يحجز طلب تسليم خالد حسين سالم للحكم. هنبدأ بالخبر الأول. تمام، اللي هو الأبرز زي ما قلنا امبارح فجر مفاجأة جديدة، زي الثلاث أيام اللي فاتوا كل يوم كان المحامي فريد الديب بيفجر مفاجآت فيها. امبارح فجر مفاجأة، طبعا الدنيا اتقلبت بعدها، وقال إن الرئيس كان مبارك كان في عند بيت فريد الديب في بالليل. بس ده ده تجمع، انا شايف ان هو مرفوض، يعني انا شايف انه مرفوض تجمعه تحت منزله وكده، وهتفوا ضده وكده. والله ده قضاء وحق المحاماه محفوظ،
وبعدين مش هو عشان قال كده يبقى خلاص القضيه طلعت براء، وهو كل اللي قاله انا شايف ان هي ما فيهاش اي حاجه خالص، هو قال ما يتحاكمش قدام القضاء المدني العادي ويتحاكم قدام القضاء العسكري في قضيه واحده، في قضيه التربح او الكسب غير المشروع اللي هي علاقته بحسين رجل اعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا. فهي دي يعني انا شايف انها حاجه عاديه جدا، ده طلب ولسه المحكمه ما بتتش فيه. وبعدين هو محامي فلازم يطلع اي دليل براءه للمتهم. طبعا هو جاب قرار او قانون صدر سنه 79 ان جميع اللي حاربوا في 73 يستمروا في الجيش ويحاكموا قدام محاكم عسكريه، كانه قائد في الجيش لسه، ما يقدرش ما ينفعش يتحاكم في محكمه مدنيه عاديه قدام محكمه الجنايات. هل القرار دوت ينطبق على الرئيس السابق ولا لا؟ ان هو بعد كده مسك الرئاسه، رئاسه الجمهوريه، هو القرار ده كان طالع علشان يحصنهم او يعني ممكن يستعينوا بيهم بالقاده بتوع الافرع الجيش وكده في ايه؟ في حاجات استشاريه او كده. من القرار انا قريته لقيته حاجات استشاريه كلها. طب ده الراجل مسك رئاسه الجمهوريه وفي قانون كان رئاسه الجمهوريه اشتغل 30 سنه طبقا لكل القوانين بتاعت رئاسه الجمهوريه، اخذ مكافئات رئاسه الجمهوريه والكلام ده كله. مين اللي يقول دوت؟ مش انا ولا المحامي فريد ديب اللي يفصل في ده، هيئه المحكمه طبعا. طيب الخبر تاني اللي معانا، صرف مستحقات شهداء ومصابي مزبير ومحمد محمود ومجلس الوزراء خلال ساعات. الأزمة برضو وضحت الأسبوع اللي فات، يعني بعد حتى ما اتعمل مجلس قومي للأسر الشهداء والمصابين وكده، برضو الأزمة موجودة، الأعداد كتيرة جدا، مش ملاحقين عليهم الموظفين، مش ملاحقين على الشغل. لكن امبارح يعني اطمنا شوية ان الدكتور الجنزوري عمل اجتماع وأصر ان لازم كل المستحقات تتصرف قبل 25 يناير، لدرجه ان النهارده وبكره وزاره الماليه مش هتاخد اجازه علشان يصرفوا الفلوس. دلوقتي قليل قوي هيلحقوا؟ هي الحصر موجود وتم وكده، لكن اتصرف طبعا مبالغ كتيره جداً للفتره اللي هي من بدايه الثوره لغايه 24 مارس، دي معظمها اتصرفت لاسر الشهداء والمصابين. في بقى الاحداث بقى بتاعت محمد محمود ومسبير وكده ومجلس الوزراء، هي دي اللي عليها المشكله الاكبر. فخلال ساعات دي يعني متهيألي ممكن لازم هتتم قبل 25 يناير. تمام. الخبر الثالث معانا، اليوم حداد عام في مصر لاحياء ذكرى شهداء الثوره. النهارده مصر اليوم طالع في المانشيت بعنوان بيقول ان دي بروفه حيه لمظاهرات 25 يناير. الوفد بيقول في الخبر ان هم الناس هتنزل بالملابس السوداء النهارده. يعني هي طبعا هي حداد، يعني مش ملابس سوداء، اكتر من حداد على الضحايا. لكن دي البروفه 25 يناير، هتطلع مسيرات النهارده من كذا منطقه مختلفه. انا متوقع برضو ان العدد برضه هيبقى في حدود ال 40 50 الف بتاعت الجمعات اللي هي العاديه خالص، لان طبعا المشاركه هتكون يوم 25 اكبر بكتير. لكن هي بروفا، وفي نفس الوقت هيعرضوا النهارده برضه مشاهد من احداث الثوره. ده اللي ممكن يأجج المشاعر شوية. وطبعا ما فيش حاجة هتطفي نار أسر الشهداء ولا هتطفي نار مصر على الشهداء اللي راحوا، بس يعني هل اللي هيحصل النهاردة ده حضرتك شايفه إيه؟ لا هي جمعة، أنا شايف إن هي جمعة من الجمعات العادية، يعني مش زي اللي إحنا متعودين عليها، لكن مش هتبقى مش يعني حتى امبارح تحرير الصبح لسه هادي وكده، وطبعا الأعلام ابتدت تتباع وكده، لكن الوضع لسه هادي في ميدان التحرير. ومتوقع إن يعني مش هيكون فيها احتكاكات او حاجه، لان هي زي ما تقول هي الجمعه زي ما تقول تأبين او كده، مش اكتر يعني. بس انا قصدي ان يعني ان احنا فعلا مش هنعوض الناس دي، بس احنا الجمعات اللي احنا بنعملها دي بجد ميدان التحرير بقى منظر يعني صعب جدا. الباعة جائلين وما بقاش يعني بقى مكان بجد، يعني كان ده احسن مكان في مصر للأسف. دلوقتي بقت تروح تخاف يعني تجري منه للأسف. من الباعة الجائلين بيشوف صور ميدان التحرير قبل الاعتصامات وكده، ويشوف منظر الجميل والجناين اللي فيه والصينية اللي فيه، وبعد الثورة على طول بعد ما الناس بدأت تنظف الميدان، وان الميدان ده هيبقى حاجة يعني حاجة ولا احسن ميادين في اوروبا يعني. لكن الواحد بيشوف شكله دلوقتي بتحزن على مصر. طيب الشروق الصفحة الاولى، 25 يناير يبدأ اليوم بجمعة الشهيد. امتداد لنفس الخبر
المشاركة طبعا النهاردة هتبقى القوى الإسلامية مش هتشارك النهاردة خالص، حتى بعد ما حاولت بعض القوى الليبرالية وشباب الثورة يستقطبوا شباب الإخوان وكده، وإن هم ينزلوا معاهم في المشاركة وكده، وقالوا لهم ما تسمعوش لقياداتكم الإخوانية وانزلوا معانا. أنا شايف برضه إن النهاردة كل اللي داعي ليه أو كل اللي هيشارك كلها قوى ليبرالية وشباب وائتلافات شباب الثورة. المصري اليوم الصفحة الأولى: الكونجرس يهدد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب المجتمع المدني. تمام، هو زي ما اشدنا برضو بالمنشط بتاع مصر اليوم وقلنا انه عامل عنوان كويس اليوم، بروفا حير مظاهرات 25 يناير. العنوان دوت يعني في مسليدنج او ضل الشكل شويه، هو مش الكونجرس اللي هدد، ده 11 نائب من الكونجرس يعني، وتفاصيل الخبر بتقول كده 11 نائب في الكونجرس، ده مش عدد كبير خالص. فيهم نائب اسمه وولف، وولف ده يعني ديب فازار عندهم برضو دي هناك حكايه الديب دي موجوده هنا وموجوده هناك تقريبا. هم بعتوا الرساله للمشير، وما اعرفش هل يحق العدد من الاعضاء ان هم يبعتوا رساله لقياده دوله ثانيه، ولا لازم تطلع عن طريق الكونجرس نفسه او عن طريق رئيس الجمهوريه هناك. يعني انا اشك فيها وحاسس ان ده في نوع من التدخل او من الضغط على مصر. هم طبعا عشان ليهم امريكا ليهم معهدين جمهوري وديمقراطي اللي هم اتقفلوا في مصر وكده، فاكيد بيدافعوا عن مصالحهم. وتهديد بقطع المعونه دوت يعني طبعا هو الكونجرس ليه كل الحق وممكن ياخد القرار دوت ويلزم بيه الرئيس الامريكي بيه، يعني دي حاجات داخليه عندهم ان الكونجرس يقدر يضغط على رئيس الجمهوريه عشان يلغي المعونه، لكن مش 11 نائب هم اللي يمثلوا الكونجرس الامريكي او يمثلوا الاداره الامريكيه، ده حاسس ان هو ضغط على الاداره المصريه. الخبر السادس: المصري اليوم الصفحه الاولى: الاخوان لا ندعم منصور حسن للرئاسه وسنعلن موقفنا بعد غلق باب الترشح. تمام، هم قيادات اخوانيه قالت الكلام دوت، يعني ما قالوش ايه الاسباب بصفه عامه، ما قالوش ايه الاسباب. موقفهم هيعلنوه بعد ما كل الناس تتقدم. لكن بقى في تفاصيل الخبر نفسه بقى قوى اسلاميه تانية، حزب النور السلفي وحزب الاصاله وحزب التحرير الصوفي. لما قريت الخبر مع ان النور ما بيدعموش منصور حسن، انا حسيت ان كل الناس ديت مش عايزه، وبرده ابو اسماعيل، ان هم عايزين يتوافقوا على مرشح اسلامي. يعني مش عايزين اي مرشح غير اسلامي. فديت هل هنعيد ما حدث في انتخابات مجلس الشعب ويبقى في استقطابات ويبقى في اسلامي وليبرالي، ولا بناء على كفاءته؟ الاخوان قالوا احنا هننظر لكفاءته فقط، وهننظر انه يبص على المصلحه العامه ولا لا. لكن الاحزاب الثانيه والتيارات الاسلاميه الاخرى كلها قالت احنا لازم نتفق على مرشح اسلامي. حزب التحرير الصوفي قال احنا مش مع منصور حسن، وهو لم يدر المجلس الاستشاري بكفاءة وكده. تمام، الخبر السابع: الشروق الصفحة الثالثة: ضغط. معلش على فكرة، هو لغاية دلوقتي ما رشحش نفسه كمان. يعني هي في حملات للضغط عليه عشان يترشح، لكن هو لغاية دلوقتي ما رشحش نفسه. بعد بنتكلم في حاجة قبل ما يترشح. طيب، الشروق الصفحة الثالثة: ضخ 26 مليون لتر بنزين في يوم واحد، التموين انتهاء أزمة الوقود خلال أيام. ضخ 26 مليون لتر دي معناها ان كان في ازمه فعلا، احنا ده تقريبا ضعف الكميه اللي كانت بتتضخ كل يوم. فده بياكد ان كان في ازمه، مش ان الناس تكلبت او ان الاشاعات طلعت او كده، في ازمه وفي تهريب. يعني في تهريب لما يطلع تهرب 88 الف طن في اليوم، يبقى ده اكيد في تهريب، معناه ان في ازمه، سواء الازمه مفتعله او الحكومه اللي مصدراها، او في سرقه للبنزين، كان في ازمه اكيد 100%. بس الازمه بدات تخف امبارح، كان البنزينات كانت اهدى، وكان شفت عربيات البنزين الكبيره في البنزينات بتهدي امبارح. الناس طبعا مالت التنكات بتاعتها كلها، متهيألي البنزينات امبارح كانت بتحاول تستقطب الناس، تعالوا حطوا بنزين. ايوه، اخر خبر معانا: الوفد الصفحه الاولى: القضاء الاسباني يحجز طلب تسليم خالد حسين سالم للحكم. تمام، ده ضمن سلسلة الإجراءات اللي بتتم اللي بيقودها الجهاز الكسب غير المشروع لإعادة الهرب حسين سالم وأولاده الاثنين في قضايا كسب غير مشروع. قبلها بيومين تقريبا القضاء الإسباني حجز برضو طلب تسليم نجلة حسين سالم، فدوت خلاص، وهم بيحددوش ميعاد، القضاء الاسباني بيحددش ميعاد الحكم امتى. فانا متخيل ان هو هيكون قريب جدا، وفي جلسه يوم 9 برضه
لنظر او النيابه الاسبانيه هتنظر برضو نظر تسليم حسين سالم، فبالتالي ان الموضوع قرب يعني بقى وشيك يعني. تمام. الصحفي احمد سامي متولي بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. شكرا مشاهدينا، خلصت كده معانا فقره الصحافه، ولسه مكملين معاكم باقي فقرات. نهارك سعيد.